تعالوا بقى نروح للي حصل امبارح. امبارح كان في قرعه بطوله كاس امم افريقيا او كاس امم اوروبا عفوا يورو 2024، واسفرت عن منافسات قويه جدا اكيد هنتكلم مع حضراتكم دايما عنها في الايام القليله القادمه. لكن خلونا نقف في البدايه عند كم الجوائز الماليه الكبيره اللي طبعا هذه البطوله اعلنت عنها، واللي يعني عشان بس الارقام ما تقعش مني ما اقولكوش ارقام مش مظبوطه. الوضع كالاتي يا حضرات: الفائز باللقب هيحصل على 8 مليون يورو، وستحصل جميع المنتخبات ال 24 المشاركه في هذه البطوله على 9 مليون يورو، اللي هيتاهل لدور ال 16 هيحصل على 1.5 مليون يورو، منتخبات دور الثمانيه هيحصلوا على 2.5 مليون يورو، منتخبات نصف النهائي هيحصلوا على 4 مليون يورو، وصيف البطوله هيحصل على 5 مليون يورو، ولو جمعنا الارقام اللي اتقالت دي كلها بالنسبه للفائز باللقب هنلاقي ان اللي هيفوز بهذا اللقب هيحصل تقريبا على 28 مليون يورو، لان كل مرحله حتى النهائي ليها مكافئاتها، ده طبعا الى جانب مكافئات خاصه في الفوز بكل مباراه او التعادل، الفوز 1 مليون يورو والتعادل 500 ألف يورو. دي البطوله العسل دي. طب انت بتبص لي ليه بعد الارقام؟ عشان الارقام دي كلها الارقام دي ما تيجي نشارك ونتعادل، مش مشكله. 500 مليون يورو مش وحشين برضه الحقيقه. طبعا بطوله كبيره جدا، واكيد ليها برضه يعني عشاقها والناس اللي بيلتفوا حوالين شاشات التلفزيون عشان يشوفوا الماتشات الحلوه طبعاً. اللي انجاز التعبير بنغسل عينينا بيها. تعالوا نعرف المزيد من التفاصيل حول هذه البطوله. معانا على التليفون الناقد الرياضي الاستاذ ايمن جلبرتو. يا ايمن صباح الفل عليك واهلا بيك معانا. صباح الفل عليك يا كريم، وصباح الفل على الوالد، وعايزين نقسم طيب. في ملايين كده كريم كان طرطشناهم واحنا قاعدين. والله عايز اقول لك على حاجه، انا من ساعه ما الواحد اشتغل في الرياضه بقى يتكلم بالملايين. قبل كده كنا بنشتغل في اي حاجه ثانيه، عمرنا ما كنا بنتكلم بالملايين دي. طبعا ارقام كبيره، جوائز اكيد لها قدر كبير جدا، لان هي بطوله قويه. شفت ازاي القرعه امبارح يا ايمن، وايه اصعب كمان المجموعات من وجهه نظرك؟ لا يعني زي ما انتوا بتقولوا، طبعا هي كمان فكره البطولات دي بقت 24 منتخب بعد ما كانت 16 منتخب، كل ده بيزود عدد المباريات، يعني بيزود نسب الفلوس بتاعت البث التلفزيوني، كمان المنتخبات الزياده اللي بتشارك بيبقى في سبونسرز اكتر، فالجوائز بتزيد. فطبعا هو ده ما يهم دلوقتي مسؤولي كره القدم في العالم كله، بغض النظر عن اللاعبين بقت تستحمل الكلام ده ولا لا. يعني طبيعي ان البطوله طبعا في المانيا حامل اللقب ايطاليا في المجموعه الثانيه، وهي دي تقريبا بنتكلم ان هي اقوى مجموعه، اسبانيا وكرواتيا وايطاليا والبانيا. واعتقد وجود اسبانيا وكرواتيا وايطاليا كانوا مع بعض في يورو قبل كده اعتقد 2012، وكان النهائي في النهايه بقى خالص اسبانيا وايطاليا وصلوا للنهائي، واسبانيا هي اللي فازت باللقب لو ذاكرتي، يعني كانت قويه شويه. في برضه المجموعه الرابعه نقدر نقول ان هي مجموعه مش سهله، هولندا وفرنسا، حتى لو هولندا صعدت يعني شويه كمركز ثاني وهيجي لهم حد من الملحق، وارد يبقى بولندا مثلا، فممكن تبقى مجموعه برضه مش سهله. لكن بقيه المجموعات نقدر نقول فيها التوازن، وده طبيعي جدا في اي بطوله من البطولات اللي هي دلوقتي فكره ال 24 منتخب. يعني بالكثير قوي هتلاقي مجموعه واحده او مجموعتين هم الاقوياء قوي، او فيهم يعني نقدر نقول مجموعات الموت، والباقي بتبقى مجموعات متوازنه، لان صعب يبقى في اكتر من كده يعني. طبعا. طيب في اطار منفصل بقى، فرصه وانت معانا على التليفون، يعني برضو عايزين ناخد فكره كده، كيف رايت مباراه الامس الاهلي ويانج افريكانز، وتوقعاتك بالنسبه لماتش يوم الجمعه الجايه ان شاء الله مع شباب بلوزداد، وفكره الخساره المفاجاه اللي تعرض لها شباب بلوزداد على يد ميدياما الغاني، الى اي درجه احنا ممكن نستفيد من هذا الامر، ولا بالعكس كنا بنقول في اول الحلقه ان هم اكيد هيبقوا جايين ويعني وقاتلين روحهم على الثلاث نقاط؟ انت شايف الماتش ده هيمشي ازاي؟ اكيد خساره شباب بلوزداد امام ديما، يعني زي ما بيقول كده في حاجات بتبقى سلاح ذو حدين. لو كان النادي الاهلي امبارح طبعا وفق الفرص اللي اتيحت للفريق كان ممكن نتصدر المجموعه بست نقاط، بعد كده عندك بقى بلوزداد ثلاثه وميدياما ثلاثه، هم مع نفسهم كده بيتاخروا عننا، ولكن برضو التعادل ان انت تبقى اربع نقاط وبرضو في الصداره ده شيء جيد، ان في
فرقه بلوزداد اتعطلت، هم هيجوا لك المباراه القادمه هنا في مصر ان شاء الله نقدر ان احنا نتعامل ونفوز ونفرق قبل معمعه كاس العالم للانديه. انا للامانه مباراه الاهلي امبارح ما اقدرش اقول ان الاهلي يعني البعض بينتقد اداء الاهلي او حاجه بس عشان يمكن النتيجه، ولكن لا، النادي الاهلي امبارح نقدر نقول كمباراه خارج الملعب عمل مباراه جيده، حتى لو المنافس وجهه نظر البعض متواضع يعني، ولكن لا هي كانت مباراه جيده، صنعنا فرص كتير، خلقنا فرص على المرمى كتير جدا، كنا نقدر نكسب اثنين وثلاثه كمان لو كنا بس استغلينا الفرص بشويه التركيز، ولكن خطا واحد بس حصل في الاخر اللي هو ادى الهدف التعادل. ولكن اجمالا المباراه نفسها ما نقدرش نقول ان فيها اخطاء كارثيه او ان فيها اداء يعني، لو بنقارنها بمباراه سموحه لا، مباراه امبارح النادي الاهلي كان افضل بشكل كبير ونبني عليها يعني ان شاء الله مباراه المولوديه هنا بقى في ملعبنا في مصر تكون نتيجتها اكثر ايجابيه ونقدر نفوز عشان نوصل للنقطه السابعه ونستمر في الصداره، وبعد كده بقى عندنا فرصه نستعد لكاس العالم للانديه. طيب ايمن، يعني خليني اروح معاك اخر حاجه للنقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها، لان الناس اللي زعلانه هي مش زعلانه فقط من النتيجه، هي فكره ان انت خرجت من المباراه باللي انت عايزه، خلينا نقول الاربع نقاط بتوعك، لسه متصدر المجموعه، لكن البعض اللي حزين هو حزين او عنده قلق لان انت يعني بتكسب بصعوبة، ده رقم واحد. تاني حاجة بيبقى عندك كم إهدار للفرص غير طبيعي. خلينا بقى متفقين، مباراة سموحة، مباراة ميدياما، ما سبق عن ده، مباراة يعني يانج أفريكنز القادم، المشكلة إن أنت عندك خطأ متكرر ماشي معاك، ومش بس في مباراة لمباراة، للأسف الشديد هو من موسم لموسم، فده المقلق شوية. أنت امبارح حتى وإن كنت بتتكلم لعبت أفضل ما عندك، أنت بتلعب أفضل حاجة وكان شكلك كويس جدا وتحديدا في الشوط الثاني، لكن كان ممكن تخرج بسكور افضل من ده بكتير لو ما كانش في شق اهدار الفرص المتكرر، بغض النظر بقى انا على ارض المنافس، انا اصل الاجواء بتاعتي مش كويسه، اصل في ضغوطات، اصل انا حققت العلامه اللي انا عايزها، يعني خلينا نتكلم في شق الازمه المتكرره، اتفضل. اكيد لا، معاك حق طبعا، فكره ان اكثر ما يعانيه الاهلي حاليا هي فكره اهدار الفرص بشكل كبير، خصوصا ان لما عملنا مقارنه حتى ما بين بدايات الموسم الماضي وبدايات الموسم الحالي، رقميا البدايات هي يعني، لو الناس ممكن تقول السنه اللي فاتت كسبنا وخمس بطولات، لكن انا بتكلم على البدايه فقط اللي هي الفتره اللي في الاول، الارقام متقاربه، ممكن تكون الموسم الحالي رقميا افضل، ولكن مشكله الموسم الحالي ايه؟ مشكله الموسم الحالي انه واضح ان في مشكله في التركيز واضحه جدا في فكره انهاء الفرص، وكمان تركيز في الحته الدفاعيه بنيجي في لحظات كده بيبقى في حاله توهان، وللاسف ما يعني ما بنقدرش نتدارجها لان بيسجل في مرمانا اهداف، هي دي المشكله الاكبر ان احنا ما بنستغلش الفرص وبيخش في مرمانا اهداف، فبيصعب لنا الامور في بعض المباريات، وان طبعا السنه دي كانت البدايه بخساره لقبين مهمين زي السوبر والدوري الافريقي، عكس الموسم الماضي كنا بدايه بالفوز بالسوبر امام نادي الزمالك. ولكن بناخد الحته الايجابيه ايه؟ ان الفرقه بتصنع الفرص، ده معناه ان في شغل معين بيتم، ان الامور مش سيئه، ولكن هنا ده دور اللعيبه اكتر، ان هي لازم بخبراتها، النهارده انت لما بتلعب بره ارضك، وعلى فكره لو قعدنا نراجع مباريات الاهلي عموما والانديه المصريه كمان تاريخيا في افريقيا بره الملعب، سواء كان المنافس قوي او متواضع او حتى ضعيف، هنلاقي ان الاستثناءات ان احنا بنكسب بره ملعبنا في ادوار المجموعات. صحيح. يعني انا مش عايز اطول في الموضوع ده، ولكن حتى مع الاجيال الذهبيه ممكن تلاقي ان دور المجموعات لو بتلعبي ثلاث مباريات بره ملعبك بتكسبي مباراه واحده. ده في العموم يعني. ايوه بس الاسباب بتختلف عن الاجيال المختلفه. يعني انا ممكن اكون بخسر في الوقت السابق لاسباب اخرى، لكن مش لفكره اهدار الفرص المتكرر اللي بيقلق شويه الجماهير. ودلوقتي الوضع اسهل، شفنا الملاعب في افريقيا الى حد ما بتتطور، ملعب يانج افريكان كان ملعب كويس كملعب ارضيه وبنلعب بعد الليل، فهنا بس هي نقطه عند اللعيبه، ان اللعيبه بس تركز شويه لان هم خبرات كبيره. ابطال افريقيا ثلاث مرات، الجيل ده من اربع نهايات
لعبوها يعني، واخدين بطوله ثلاث مرات وكاس عالم انديه، هم عندهم خبره تسمح ان هم في المواقف اللي زي دي يريحوا نفسهم، خلص الماتش 1-0 2-0 وامسك الكوره خلاص انت هتبقى مرتاح وتلعب مرتاح وتحقق مجد يعني. فان شاء الله اللي جاي يبقى افضل للنادي الاهلي، لان المباراه طبعا شباب بلوزداد وبعديها كاس العالم للانديه مباراتين مهمين جدا في الموسم ده وهيفرقوا معانا باذن الله. كل يعني التوفيق للنادي الاهلي، وحتى وان كنا بنتكلم ان احنا عندنا قلق، ففي الاول وفي الاخر ان انت يعني عايز الافضل للفريق وعايز الافضل للنادي الاهلي، وعايز يكون في ثقه على مدار كل البطولات المختلفه طبعا والتحديات القادمه اللي هي اصعب بكتير على فكره، احنا لسه ما ابتديناش تقريبا يعني. ايمن شكرك جدا، ايمن جلبرتو الناقد الرياضي وصديقنا اكيد العزيز، شكرا ليك جدا.